وسهلا بكل المشاهدين اللي تواصل معكم في ثاني فقراتنا حكاوي سودانية. هي عنوان عريض لكتاب يتكون من 4 أجزاء. تم تدشين الجزء الأول في دولة قطر، وبالأمس تم أيضا تدشين الجزء الآخر، والجزئين هما قيد الطباعة. تتحدث عن حياة سودانية، أكيد نحن في شوق أنه نتعرف على هذه النسخة من خلال الكاتبة والروائية لبنى عصام. مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في النيل الأزرق. مرحبا حبيبي، أنا ذاتي معاكم. أهلا بك وشكرا لكم كثير في المساحة دي. حكاوي سودانية اتكتبت عبر جروبات إسفيرية قبل 4 سنين، 20 قصة بتخاطب المجتمع السوداني في قضايا ومشاكله، بقول عليها بتخاطب الشباب بلغة سهلة سلسة ممكن هم يفهموها، ويكون في تواصل أجيال بين الناس القدام والناس هسه. فحاولت بقدر الامكان انه انا اعيش دورين، وانا حبوبه وزوله كبيره كده، واديهم قيم تقاليد اعراف ما حقول اندثرت، لكن هم بقوا بعيدين من الجيل اللي قبلهم. ففي نفس الوقت وقتت همومهم برضه خطيتهم قدامي احساس تعالوا حجيكم. بقوم بدخل جرعات بتاعت القيم والتقاليد والعادات والافهام القديمه كلها باسلوب سلس، لكن في نفس الوقت باسلوب حبوباتي، لكن حبوبه عصريه يعني ممكن اقول عليها حبوبه ظريفه كده. سؤال من طبعا بديتي طوالي دي جاهزه جاهزه بديتي طوالي طبعا زحمة حواليكي بالجنب كده يديك العافيه. حناخذ معاكم. طيب احنا انت بديت تتكلمي عن طريقه طرحي. طيب انا ده ابدلك من مقوله حقتك، انا ما ادري اشوفها من الورقه لان انا عارفه، لكن انا عامله لك كم نقطه عشان بدايتك الجاهزه. ما عندك اي مشكله. انت ككاتبه بتقولي انا ما بتاجر بوجع الناس حقيقه. طيب انت عندك فلسفه وعندك خط معين، وحتى عندك مفرده معينه ورساله معينه. انا داير اعرف منو لبنى قبل ما اعرف الجزء الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. انا بقول عليها لبنى انسانه بتحس بوجع الناس زياده عن اللزوم، يخيل لي يعني ممكن يلاقيني طفل في الاسطوب احس في عيونه بكل الوجع اللي هو عايشه، ما عارفه اسميها انسانيه زاد عن اللزوم. بقوم بحس انه المفروض انا اعمل حاجه. طيب اوكي انا حسيت بوجعه، حقوم اقعد عيله واسكت. فمن هنا جت الخطوه بتاعت انه حقه انا اعمل لهم حاجه، بقدر اطلع عيني لمنه قدر اللي عندي هحاول انه اعمله. ده اللي خلاني طالب من طلابي اللي بيعرفوني عارف انه لو جاني ما بقفل بابي في وشه. فهي شخصيتي كده يمكن انه بحب الناس عايز. وده اللي بيخليك انك تتناولي قصص او حكاوي من بالضبط. عمق المجتمع السوداني بالضبط. زي ما انت ذكرتي القيمه بالضبط. طيب في الجزء الاول والجزء الثاني اتناولتي قيم مهمه تخيلي وقضايا بتهم الشباب عشان ما تاخذيهم لبر الامانه ويحسوا بالاجيال القديمه بيكونوا على بالضبط. نفس النهج بتاعهم. اهم قيمتين انت حسيتي بها في الجزء الاول والثاني شنو؟ طيب احنا تعال نتفق على حاجه. هم شباب دول مش سائرين، ساي كده ثوره كده على المجتمع، على التقاليد، على الاعراف، على كميه بتاعت حاجات، زعلانين جايك من هناك زعلان، فما حد يقوم انا احاول ان انصحه صح؟ فالاهم قيمتين احترموا الناس الكبار. القيمه الثانيه انه ديننا ده سمح ولا شو؟ اكيد طبعا. ففي دي الاهم اثنين عندي، لانه زي اللي انتشرت موضه كده بتاعت الحاج وموضه بتاعت احنا سايرين على اي شيء. فدي اهم اثنين انا حاولت ان اركز عليهم. المشكلة انه هو قضايا كثيرة انا يخيل فاعملهم في طبعا سهل لك سهل لك. انت في الجزء الاول اتكلمتي عن مثلا طرحتي في حكايات بتحكي عن الخيانة الزوجية، التواصل او المواقع الاسفيرية، اختفاء الطبقة الوسطى، الاخطاء الطبية، مواضيع من الشاكلة دي كلها حقيقة صح؟ ايوه هي مشاكل قلت لها هي موضوعين بس يكون مشكلة. الاخطاء الطبية يخليه وجع بيلاقي اي زول، يعني مما انت يكون عندك لوز تقومي تمشي الدكتور وبدل انه يديك مثلا انتبايتك مثلا يقوم يقول لك يا اخي ما نديك دواء نازله مش كده. فالاخطاء الطبيه مشكلتها انها منتشره شديد. مشكلتها الاسوء اذا زول مات ما في زول بيقوم يوقف ويقول تعال نحاسبه، يقول يا اخي ما ندفنه زولنا ومات مش كده. فانا عندي مشكله في الاخطاء الطبيه يعني في بيتنا ذاته في اسرتنا. الموضوع بتاع الخيانه الزوجيه انا دائما بقول لهم ما حلها حنه ودخان، مع انه احنا على الهواء لكن اي فشنو بيجي حل ثاني. فمفروض الناس تقعد تشوف انه المشكله اساسا شنو؟ ما المشكله ابتسامه، تعال نبتسم، المشاكل اعمق من كده يخيل لي. الصراع القبلي، الصراع الطائفي، الموضوع بين الاولاد ذاتهم وابهاتهم، ليه في قابل؟ ليه في مساحه؟ اطفال داون في الجزء الثاني، اطفال التوحد، الناس اللي ما في زول ملتفت لهم، ما في زول بعين لهم، ما في زول شغال بهم. عندي اصحابي انا عرفت انه عندهم اطفال عندهم مشاكل بعد ما الاجزاء طلعت، بعد ما الجزء الثاني طلع. فليه يكون في زول حاسس انه
زي كانه معار كده تعلنا دي السومبلي فوقفت فيها يعني موضوع موجع يعني خيال لي زي كانك انت بتنبهي او جرعات بتاعت تنبيه بالنسبه للناس انه يخافوا لمشكلاتهم. ايوه طيب نحن حنشوف تتشن الجزء الثاني اللي كان بالامس في مركز طيبه ونتعرف على الناس اللي زارت المركز وايضا احتفلت مع استاذه لبنى بتتشن الجزء الثاني من الروايه. نشوف المتواصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام ونقرا عناوين ولمحات من حكاوي سودانيه الجزء الثاني للاستاذه لبنى عصام معنا داخل الاستوديو. استاذه لبنى احنا تطرقنا قبل شويه للعناوين اللي كانت في الجزء الاول هي كلها قضايا اجتماعيه لو قلت دقيق حتزعل لا لا ما حزعل دقيقه جدا دقيقه جدا 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 طيب الجزء الثاني شو كانت العناوين او الموضوع الرئيسي؟ الجزء الثاني الموضوع الرئيسي بتاعه حاجتين اطفال داون واطفال التوحد. كان شهر 12 اشتغلنا في قطر اللي لليوم العالمي للتوحد مشروع عن كيف ندرب لاطفال التوحد مدربين على اساس انه يكونوا معتمدين ما عندنا مشكله معاهم وعملنا جوين فينشر مع شفلع او في الحقيقه هي في السكه لانها تكون جوين فينشر. الموضوع ده ما المفروض يكون معلن لسه لكن اني هاو المشكله الاساسيه كانت انه شنو المشاكل الطبيه اللي بيواجهوها هم الاثنين وممكن نحلها بدون ما نمسك برضو الاهل. ما انا قاعد اقول انه ما حمسك زول اقوم اديه فكره بتاعتي انه تعال انا بنصح فيك فاديت احساس الاهل انه يخيل لي كده اديتهم احساس انه يا اخي انا بتكلم بصوتكم انتوا اذا عندكم مشاكل زي دي حتلاقيكم مشاكل طبيه في داون في حاجه اسمها داون واشياء اخرى القصه الاولى تعرضت للمشاكل الطبيه اللي ممكن تلاقي ناس متلازمه داون. ما الموضوع ده ما هوش بس الموضوع ده ما ملامح الموضوع ده اسوء جدا جينيتيكالي في جسمهم جوا اسوء جدا. التوحد كذلك انه الموضوع اسوء جدا حتى في التوحد خطيت لينكس لانه ممكن زي اللينكس بتاعت اليوتيوب دي فخطيت لينكس تحت في الكتاب لانه ممكن الناس تلجا لوين. انت كيف ثقفتي نفسك في الموضوع عندك مواضيع طبيه ودقيقه جدا والمعلومه فيها لازم انها تكون دقيقه ما في اي يعني ما فيها احتمالات بالضبط. اللي عملته انه انا عندي اخوي طبيب وفي نفس الوقت كتب غير النت قاعده امشي لدكتور عديل ما واحد ما اثنين ما ثلاثه باخذ كم راي فبقوم بحكي القصة إن كأنها هي قصة حقيقية. أنا عندي حالة بتاع الطفل كده 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 عشت القصة يعني. أيوة عشت القصة فبعد ما أخلص بيقوم الدكتور يقول لي لا لكن يعني حرام يعني طيب إحنا نحلها كيف كده يجيبهم لنا. فمن هنا أنا مفترض إنه ما في معلومة طبية اتكتبت كانت غلط إطلاقا فأديت الجرعات بطريقة ظريفة. المشكلة القلب يعني كمثال بتاعت واحد من أطفال التوحد في داون وأشياء أخرى عشان انا اوصلها للانسان البسيط ما انا عايز الناس البسيطين يقروها عشان اوصلها مثلتها بترومبه المويه في بيت اي زول بما ان المويه قويه شديد يعني وكده مثلتها بترومبه المويه اللي بتطلع السهريج وبتجي نازله عشان بس انا اوصل معلومات انه القلب ده مضخه فدي ما اخذت مثلا مني شهر فبوصل المعلومات الطبيه دقيقه. الثلاثه الحياه الثانيه عباره عن اخطاء طبيه ومخدرات فيه كميه المخدرات اللي انتشرت بصوره غريبه محتاجه وعي
محتاجة وعي بدون ما برضه تمسك الزول تقول له تعالى وعيك. وفي نفس الوقت لما تلقاه نفصل القصة كده بكون شكلها لذيذ وخيالي. يمكن كل المجالات أو مختلف المجالات بتتحمل الإخفاق وإنك تصلح الخطأ إلا المجال الطبي، حساس جدا أنه أرواح بشر حقيقة. أقل خطأ ممكن يودي بحياة شخص. إذا تكلمنا عن الدخل، خصصنا له مساحة، أنت في الجزء الأول خصصتي الدخل لدعم مشاريع الحوادث حقيقة. والجزء الثاني كمان حيكون مخصص ل ما عارفه انت حتخصصي لشنو، لكن برضه حيكون دعم لواحده من الفئات او الناس اللي في المجتمع اللي بيعانوا من مشكله هو محددة. كله الافكار دي جاتك من وين انك تحاول تدعم الناس؟ انا زي ما هي قالت لك انه قبل شوي كنا بنتونس برا، فقلت لها ما بحب اتاجر بوجع الناس. الموضوع موجع اكثر من كوني ان انا اشيله ابيعه، فحتى عملت مبادره اسمها اكتب اطبع وامشي اتبرع، لانه يعني ما بتقدري انت، الناس دي موجوعه، وقدر توصل المعلومه للناس بطريقه ظريفه. قدر اللي عندي حاولت ان انا اساعد بيه، حساعد كيف ما دام انا ذاتي ما عندي مصدر دخل مثلا يعني كده قدر الوجع ده. فيخيل لي من هنا جات الفكره بتاعت انه طيب الموضوع ده ماشي، حيطبع الليله حيطبع بكره كامل يعني، فحقه يمشي لهم. شرح حوادث انا لما بكتب شرح حوادث بتلقون قاعدين جوا القصص قبل ما اعرفهم، قبل ما اقرر اني اخصص لهم. الموضوع الثاني كل واحده من الطبعات دي بتطبع مرتين في امريكا وهنا في السودان. طبعات السودان هي المخصصه لحاجه داخليه. الطبعة الثانية مركز السودان لأطفال داون لسه حقعد معاهم، ففي أمل إنه هاي الأمور حتمشي كويس بفترض كده، فدي لسه فيها قاعدة، لكن لسه ما حددت الوجهة الحل. هو الطبعة الثانية إن شاء الله لأطفال داون. المشكلة بس بتاعت الطبعة الأولى قدر النسخ قدرت تخش السودان أوريدي مشى العائد بتاع عليهم، فما كل النسخ وصلت السودان، ما كل النسخ دخلت السودان. طيب سألونا، انت صحفيه حايزه على شهاده او القيد الصحفي؟ انا حايزه على القيد الصحفي. نعم. تخصص صحافه. تخصص صحافه. طيب برضه الصحافه ممكن تكون نافذه لانه انت تعالجي كل المشكلات دي او تطرحيها او تخاطبي فئه المجتمع. وين؟ في الصحف. يا الصحافه. بقلمك انت في الصحف. قلبي بيمنع شنو؟ طيب تعال نتفق على حاجه، في زول بيقرا جريده زول صغير من الناس الصغار قاعدين في الجامعات ديل. انت تتكلم عن انه الفئه اللي انت مستهدفاها يعني الجريده بالنسبه لها ما مصدر معلومه. بفترض كده، انا بفترض كده. على العكس الموضوع ده لما بديت فيسبوكيا قبل 5 سنين الناس كانوا وصلوا 85,000 ظريفين قروا واثر فيهم. طيب الناس معناها عايزين فيسبوك مش كده؟ وعملت ويب سايت، الناس برضو قاعدين تقرا في امانه الله، بيتش الناس بتقرا في امانه الله، مدونه في امانه الله، فالموضوع ماشي لحد 100,000 ماشيين. فانا ما دام قدرت اصل ل 100,000 كويس قروا. اللي عجبني امبارح ولا اول امبارح في زول من الناس اللي قاعدين الفراشه يعني في واحد من الاسواق ما حنقول وين، فقام عين كده قام قال لي طيب انت كتبت حكاوي سودانيه صح؟ قلت له قلت طب انا قريت الكتاب. فلما يصل الكتاب لزول بسيط كده انا معناه انا وصلت للفئه اللي انا دايراها بلغه بسيطه بلغه دارجيه، هم فهموا كل اللي انا عايز اقوله بغض النظر عن انه وجهه. بلغه بسيطه ولغه دارجيه؟ بلغه بسيطه، هو دارجي جدا نصا وحوارا واي شيء دارجي. يعني المواقع الاسفيريه بتنشر من خلالها افكارك وبتستهدف فيها الشباب او حتى ما كان شباب جيل وسط بالضبط. النهايه بيقروا يعني الناس بالضبط. المثقفين، لكن هنالك اشخاص بسيطين، انت كيف تقدر تصل اليوم؟ طيب الاشخاص يجون لموضوع الكتاب عشان كده جاد اكتب واطبع واتبرع دايرين نعمل محموميه في المناطق الطرفيه، ففي نص هالكتاب ده حنقوم تدخلوه. جميل. طيب سؤالنا يعني لما نستضيف شاعر عاده بنقول له قول لنا قصيده او قول لنا واحده من خواطرك او كتاباتك، بينفع لو انا قلت لك كده؟ شوقتينا جدا ان انا حاسه بانه انت مهمومه جدا بالحاجه اللي انت بتتكلمي عنها وبتقدميها ومؤمنه بها جدا وعايشه. حقيقي. بحس انه سهل عليك انه تحكي لنا اللمحه جزء فكره. طيب تعالي يلا احكي لكي بدايه داون واشياء اخرى دي، بما ان انت كنت بتحكي حجر حبوبه. اي بما انه حجينا انا ومود تعالى حجيكم. طيب انا بدا بانه سليمه زول عندها داون، جمله بسيطه ادت الغرض وصلتك صح. يلا سليمه دي ناس بيتهم لذيذين، المشكله كده حنكشف للمشاهد الموضوع كله مش لكن ما مشكله. فعندهم جيران اسمه جاد الكريم عجبهم موضوع سليمه المنغوليه زي ما هم بيقولوا لها. اخوانا ما شاء الله 7 في البيت، لكن ما في زول شغال بال درجة دي انه اصبعهم بعض مرات بيكون مشاتر، ما زول حتى يمشي يعمل لها شبشب قطع. التفاصيل الصغيره صغيره بتاعت انه امشي وجيبي لي وامشي بش الحوش وامشي سوي لي، وانت يا بيتي يا غبيه، انت يا بيتي يا شنو.
التفاصيل دي الصغيره صغيره دي حتخليك تقوم وتعيشي حياه سليمه. ما حس باهانه، ما حس انه هي زعلانه منهم، فبتقوم يلا جات كريم ده زول لذيذ كده وشغال عسكري برضه لذيذ، فقام يلا قال اوكي انا بدلنا اقعد بالثانوي بتاعي انا ادخل اقرا تربيه. لكيش انتصروا لانه يتعرسوا اقروا الكتاب. اي اقرا الكتاب. يعني معناه كمان بندي امل لانه الاطفال او الشباب اللي بيعانوا من متلازمه داون عندهم حياه اخرى منتظرهم. يعني ما بس اي اسره عندها طفل او مولود بيعاني من المرض ده ما نخليه دستين من الناس او بعيدين. أيوة. لا نوفر له حياه كريمه ونحس بالم. بالضبط كده. ونحن كمان بنشكرك عنك انت حاسه بالم ناس كثيره. كل عام صغير معنا. قام يلا دي قاعده تكتب. كده قام يلا زاد يلا اي ليه؟ لانه احنا اصلا عمرنا ما لقينا سوداني بيقول القاف قاف اظن غير ناس بيتنا اظن لي كده ما متاكد انا. انت زادنا قاعد اقول انتوا بتقولوا قاف؟ ايوه ما ركزت معاكم لكن كويس. فشنو؟ كنا لما نيجي نقراها بجد الدرجه بنقراها قام قام يلا اي والله انت زول رائع جدا بسيط جدا لكن بتحملي رساله واحساس عميق جدا بالاخر وبالمجتمع. شكرا لك كثير. شكرا لكم انت، شكرا للنير الازرق، شكرا لاستاذ محمد لطيف لانه صدق بلاش استاذ نجيب. شكرا لكم كثير بجد. شكرا لك. يديكم العافيه. في حاجه غيرت قبل اتفقنا على مره ما عملتها لكن اوكي. ماشي الحال. حنطلع فاصل يعني. اللي تحلوه وهي حلوه كده. شكرا لك كثير يديك العافيه ان شاء الله. شكرا لك. حنرجع ثاني لموضوع مختلف لكن بعد فاصل على